أسرانا، أنتم نبض الوطن وقضيتكم نبض ضمائرنا. أرادوكم أرقاماً فكنتم المعادلة، أرادوكم أجساداً مفرغة هشة فعانقتم بكبريائكم ونضالكم وعطائكم علياء السحاب وكنتم للحرية عنوان. وطن وحرية، برنامج يقابل الوفاء بالوفاء ويمنحكم أسرانا منصة للانطلاق صوب الأمل والحرية. وطن وحرية كل خميس الساعة 7 مساء مع عبد الفتاح دولي، ويعاد يومي الجمعة والاثنين الساعة 3 عصرا. يا ظلام سجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. أسعد الله أوقاتكم مستمعين مشاهدين الأعزاء، أسيراتنا أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وأنتم تواجهون بإرادتكم الصلبة صلفة وبطشة وجرائم السجان، وتعلنونها بصوت عال ومرتفع وبفعل نضالي حقيقي على الأرض، موحدون في وجه السجان، في وجه إجراءات السجان، في وجه قمع السجان. سنمضي في هذه الخطوات، سنستمر في التصعيد والعصيان وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام إن لزم الأمر، إن لم يستجب هذا السجان المجرم لمطالب الأسرى الإنسانية البسيطة. نعم، تحية لكم وأنتم تواجهون هذا السجان في ريمون ونفح ونفحة وهدريم، في النقب، في شطة، في جلبوع، في الدامون، في مجدو، في النقب، في كل قلاع الأسر المنتفضة في هذه اللحظات في وجه السجان المجرم الذي يستهدف ظروف حياتهم المعيشية اليومية. نعم، لقد تلقينا بيان لجنة الطوارئ الوطنية في داخل سجون الاحتلال، بيان رقم 1 وبيان رقم 2، وتم التفاعل مع مقاطعة الأسرى لعدم الوقوف على العدد وعدم الخروج من الغرف في وقت الفحص اليومي، وكذلك الجلوس في الساحات اعتراضاً، وكذلك الخطوات القادمة يوم الجمعة وصولا إلى الإضراب. نعم، نتابع أولا بأول سير الحالة النضالية داخل سجون الاحتلال، ونقولها بصوت مرتفع أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني، وأن كرامة الأسرى هي كرامة الشعب الفلسطيني وكرامتنا الوطنية بشكل عام. لن نترككم وحدكم في هذه المعركة، سنكون إلى جانبكم حتى تحققوا هذه المطالب الإنسانية البسيطة العادلة. نؤمن تماما أن باستطاعتكم أن تحققوا هذه المطالب وأن تنتزعوها بإرادتكم الصلبة من السجان رغما عن كل ما يمارسه من بطش وجرائم مستمرة، تنتزعونها كما انتزعتم حقوقكم الأكاديمية. فقد احتفلنا بتخريج كوكبة بالأمس في القانون الدولي من داخل السجون. نعم، وتابعت وطن هذا الحدث، وجاء عن وطن أن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حريات يحتفي بتخريج كوكبة من أسرى سجن ريمون الذين اجتازوا دورة القانون الدولي وحقوق الإنسان بمشاركة عائلاتهم وبحضور وزارة العدل وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وممثلين عن القوى الوطنية.
والإسلامية، واجتاز نحو 36 أسير الدورة التي امتدت إلى 100 ساعة تدريبية من شهر يناير حتى شهر حزيران 2022 جميع متطلباتها، وهي نشأة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ومفهوم القانون الدولي الإنساني للاحتلال الحربي، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، المسؤولية الناشئة عن الانتهاكات، محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية، أيضا القانون الدولي الجنائي، اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولاهاي لعام 1899 و 1907، موقع حركات التحرر في القانون الدولي، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 ومبادئ الأمم المتحدة. وأعرب ذوي الأسرى عن سعادتهم بهذا الإنجاز الأكاديمي لأبنائهم وبإرادتهم الصلبة، إذ قالت والدة الأسير سامي أبو دياك أنها فخورة بحصوله على هذه الشهادة القيمة، لقد أبدع الأسرى، نعم لقد تمكن الأسرى رغم القيد ورغم كل تلك الإجراءات أن يدرسوا هذا القانون الدولي كما يجب أن يدرسوه، وهم من يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات بحقهم وبحق ظروف حياتهم المعيشية. في هذا الاحتفال كان هناك تقرير لوطن نحب أن نتابعه وإياكم مستمعين مشاهدي الأعزاء أسرانا الأحبة، لنطلع على هذا الحفل الذي نفتخر ونعتز به بإنجازات أسرانا داخل سجون الاحتلال، نتابعه معا. تكبر الأمهات على عجل، يقبلن أطفالهن بعد إقناعهم بالنوم في غرفة معتمة، حالمات في ضوء ينير دروب صغارهن، غير مدركات عتمة مستقبل وطن مسلوب لا يعود وهجه بلا تضحية. كبرت في جسدها النحيل وعيونها التي تترقب الفرح لو للحظة واحدة من أصل ألف غصة، بعد أن ابتلع السجن شباب ولديها لينال الأول شهادة الآخرة ويحصل الأسير الثاني على شهادة القانون الدولي. الأسير سامر عهد أبو دياك. فرحنا كثير احنا لما هيك بدعونا وانه باخذ شهاده، بنحسوا انه بيننا وبنفرح كثير، وهو كمان والله يعني اتصل فينا وقال روحوا يما، ولكينا مبسوط كثير والله، قال يما هن اخذت انا درست هاي الشهاده وانا مبسوط فيها كثير، وروحوا يما حضروا وانبسطوا، انا بعمل كل شيء عشانكم عشان الوطن، والحمد لله الله يصبر ويصبرنا يا ربي. ونحن في هذا اللقاء نؤكد على التزامنا بكافة الحقوق وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. قوة العلم وسيلة يسعى مركز حريات وبالتعاون مع المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى لتسليح المعتقلين بها لتكون سلاحهم أثناء قيدهم وبعد تحررهم. الدورة تشكل إنجاز وطني وأكاديمي ومهني هام جدا، لأنها تعطي حافز ودافع للحركة الأسيرة للتركيز على هذا النوع من الدورات التي تمكنهم وتؤهلهم وتعرفهم بحقوقهم داخل السجون وخارج السجون، لا سيما أن هذه الدورة والفكرة بحد ذاتها جاءت بمبادرة من الحركة الأسيرة. الشهادة هذه بتفيدنا انه يعني كالمستقبل وكالتخصص، انه انا كشان درست في برزيت، هاي سجلت في برزيت علاقات دولية، بتفيدني قانون دولي واخذت يعني معلومات كفاية انه للمستقبل، انه ان شاء الله بس اتوظف تكون معي يعني شهادة كسلاح. خطوة تمنح الأسرى فرصة ليسائلوا المحتل ويحاججوه بمنطق القانون الذي يجمع العالم على عدالته. ناحية معنوية للأسرى وبنفس الوقت تحدي للاحتلال ولا مصلحة السجون، إنه رغم القساوي أو رغم الظروف المعيشية اللي بيعيشوها إلا إنه ما بتأثر على تقدمهم على نجاحهم على تقديمهم للتوجيهي، تقديم للدورات للبكالوريوس للماجستير، وحاليا عندنا مساق جديد راح يكون دكتوراه يدخل للسجون. تأتي أهمية هذه الدورة للأسرى
في أهمية معرفة الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية من ناحية قانونية، وخاصة أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يعطي الأسرى إذا تعرضوا إلى تعذيب أو إلى إهمال طبي أو إلى أي انتهاكات جسيمة ليقوموا بمساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال أمام القضاء المحلي الإقليمي والدولي. اليوم لم تتطاير قبعات التخرج في السماء، ولم يستلم خريجي هذه الدورة شهاداتهم بأيديهم التي لا تزال مقيدة في سجون الاحتلال. ولأن الحر لا يؤسر بقيد، اجتاز ما يقارب 40 أسيراً في سجن ريمون 100 ساعة دراسية في تخصص القانون الدولي، وسط فخر عائلاتهم الذين لطالما كانوا لهم نعم الأهل ونعم السند. لشبكة وطن الإعلامية نجلاء زيتون. من جديد نرحب بكم مشاهدينا مستمعينا أسيراتنا أسرانا داخل سجون الاحتلال، وكان هذا التقرير الذي أعده طاقم وطن. شكرا للزملاء الذين عملوا على إعداد هذا التقرير. نعم، هكذا استطاع الأسرى انتزاع حقهم الأكاديمي، وهكذا وبهذا الإصرار وبهذه الإرادة سينتزع خليل عواود حقه في الحرية، وبهذا الإصرار ستنتزع الحركة الأسيرة في حراكها ضد إدارة مصلحة السجون حقها في العيش المستقر الكريم. ولا تزال الحركة الأسيرة وعبر لجنة الطوارئ الوطنية الموحدة، وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة لجنة وطنية موحدة من الكل الفصائل داخل السجون، يقود هذا الحراك الوطني وهذا العصيان الذي تقوم به الحركة الأسيرة في هذه الأيام. وأيضا فقد قرر الأسرى حل الهيئات التنظيمية في كافة المعتقلات ابتداء من الأحد المقبل، خطوة تصعيدية إضافية إلى مسلسل الخطوات وإلى برنامج الخطوات الذي تنفذه الحركة الأسيرة. فقد قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بخطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة المعتقلات ومن كل الفصائل ابتداء من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السجون مواجهة الأسرى كأفراد. كل فرد الآن يحتاج إلى إدارة كاملة لمتابعة قضايا. وقال نادي الأسير في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس أن الأسرى في سجون الاحتلال مستمرون في خطواتهم النضالية احتجاجا على قوانين إدارة سجون الاحتلال، وسيخرجون من الأقسام اليوم ويعتصمون في ساحات السجون. وأضاف أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى وفي ظل التصعيد من قبل إدارة السجون دعت أبناء شعبنا لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد الجمعة إسنادا إلى ما دعت له في بيانها السابق عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن الأسرى والخروج إلى نقاط التماس إسنادا لحراك الأسرى. نعم، يجب أن يكون هذا الحراك موازن داخل السجون وخارج السجون حتى يدرك المحتل أن الأسرى ليسوا وحدهم في هذه المعركة. في هذا نتحدث أكثر عبر الخط الهاتفي مع السيد أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين. مساء الخير أخي أمين. مساء الخير لك ولكل المستمعين. يعني أخي الحبيب، أخذت قرار الحركة الوطنية الأسيرة وهي ماضية في خطوات التصعيد بشكل متتالي ومتصاعد أيضا وبشكل موحد، لجنة عليا موحدة لإدارة الحراك، وبالأمس أعلنوا أن شعار هذا الحراك والإضراب إن وصلوا إليه موحدون في وجه السجان. الآن أخي أمين نحن بحاجة إلى وحدة ميدانية خارج السجون لإسناد هذا الحراك. نعم بالتأكيد، عندما تم تفعيل لجنة الطوارئ العليا داخل السجون الإسرائيلية ردا على ما اتخذته إدارة مصلحة السجون من جديد سلسلة من القرارات بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، وبعد أن انقلبت على ما كان قد تم الاتفاق عليه قبل أذار الماضي فيما يتعلق
بسلسلة من هذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف القانونية الدولية والمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع لجنة الطوارئ التي كانت مشكلة في ذلك الوقت. الأسرى من جديد وردا على ما قامت به هذه الإدارة نعم التفعيل لجنة الطوارئ العليا وبدأ الأسرى يوم الاثنين والأربعاء بإعادة وجبات الطعام وعدم الوقوف للفحص عدم التعاطي مع الفحص الأمني. والأسرى في رسالتهم يوم أمس أعلنوا أنهم سوف يقومون بحل كافة التنظيمات يوم صبيحة يوم الأحد القادم بناء على ما قررته لجنة الطوارئ العليا داخل السجون الإسرائيلية والتي هي بالمناسبة تمثل كل الأسرى بمختلف مشاربهم وألوانهم السياسية. وعليه فالشعب الفلسطيني يجب أن يكون موحدا هذه المرة مع الأسرى في خطواتهم التصعيدية والتي قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام مطلع الشهر القادم حتى تتراجع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن نيتها اتخاذ سلسلة من هذه الإجراءات بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية. الآن يصاغ برنامجا وطنيا لكل محافظات الوطن الفلسطيني والذي لابد أن يرتقي إلى مستوى هذه المعركة الحقيقية التي سوف يخوضها الأسرى بدءا من يوم الأحد. وقد بدأوا بشكل جزئي خوضها يوم الاثنين والأربعاء وهم وجهوا رسالة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني يوم الجمعة القادم بضرورة أن يكون هناك حراكا مع بداية هذا التصعيد يرتقي إلى مستوى ما هو مرتقب من الحركة الأسيرة، وخاصة كما قلت أن لجنة الطوارئ العليا داخل السجون تمثل كل الأسرى وبذلك كل أبناء الشعب الفلسطيني يجب أن يكونوا مساندين لهذه الخطوات التي بدأها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. أيضا أخي أمين، يعني وأنا أتابع قضية الأسرى في على الميدان ومن يتحرك بشكل فعلي، حقيقة أخي أمين يعني أنتم في المؤسسات والهيئات العاملة مع الأسرى لكم دور وحضور دائم، لكن بكل موضوعية التقصير في الحضور للفصائل، وتحدثنا في ذلك كثيرا وتحدثنا مع الفصائل في ذلك. هؤلاء الأسرى هم أبناء للفصائل، ولذلك الأولى أن يكون في الميدان الفصائل إلى جانبهم مؤسسات الأسرى، لا يجب أن نترك هذه المؤسسات وحدهم في التصدي. لذلك نحن بحاجة لموقف من الفصائل. أمامي بيان صدر عن حركة فتح قبل قليل وأعلنوا فيه إسنادهم المطلق لحراك الحركة الأسيرة، وقالوا أن هذا النضال يجب أن يكون نضال متكامل في كل الميادين، يحتم على كل المناضلين الانخراط في معركة الأسرى باعتبارها معركة الكل الفلسطيني. ودعا البيان أيضا إلى أن يكون يوم الجمعة يوم للتصعيد مع الحركة الأسيرة. قديش هذا البيان إيجابي وقديش مطلوب أنه هذا الموقف يكون موقف فصائلي وطني عام أخي أمين؟ يعني بناء على ما وجهه الأسرى من بيان داخل السجون الإسرائيلي موجه إلى أقاليم حركة فتح في مختلف المحافظات الفلسطينية وهم يأملون ويطالبون أن يكون هناك إسناد حقيقي لهذا التصعيد الذي بدأوه وسيبدأوه. وهنا نتمنى على كل الفصائل، وهذا واجب وطني وهذا وفاء يجب أن يرد إلى أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية وهي مسؤولة فلسطينية جماعية وجمعية، أن نقف إلى جانب الأسرى. الفصائل بالمقام الأول هم مطالبون بنصرة أسراهم داخل هذه السجون الإسرائيلية. هؤلاء هم أسرى حركات فتح وحماس والجبهات الشعبية والديمقراطية والأحزاب وغيرها وحركة الجهاد الإسلامي. لذلك المطلوب من كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني الموجودون خارجا وتحديدا الذين ينتمون إلى هذه الفصائل سواء عناصرها أو مؤيديها أو مؤازريها أو مناصريها أو جماهيرها الموجودة في مختلف المحافظات الفلسطينية سواء داخل الوطن أو خارجه، أن يهبوا لمساندة الحركة الأسيرة الفلسطينية لأن الجماهير الفلسطينية بحاجة إلى قيادة جماعية خارجا بالإضافة إلى وجود المؤسسات التي تعتني بالأسرى. ولكن الآن المعركة معركة كبيرة وهي بحاجة إلى اتساع دائرة الفعل الشعبي والجماهيري في مختلف المحافظات الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي مطلوب منها تقف عند مسؤولياتها
في هذه المرة تجاه ما يجري من تغول في التعاطي والتعامل مع الحركة الأسيرة الفلسطينية، وأن لا يبقى دورها تمثيليا في مختلف الفعاليات التي تجري هنا وهناك في مختلف هذه المحافظات. وهذا أقل الواجب أخي أمين تجاه الحركة الأسيرة، ويجب أن يكون الحراك بمستوى نضالات الأسرى. واضح أنه الحركة الأسيرة، لأنه أصلاً الخطوات كانت من شهر 2 وتوقفت بناء على تفاهم ما، لما استأنفت الحركة الأسيرة خطواتها أخي أمين يعني بدأت على مستوى متقدم، عدم الخروج وقت الفحص، وهذا يعني عصيان أمام منظومة الإدارة الأمنية والإدارية في إدارة مصلحة السجون. ويوم الأحد الحديث يعني عن خطوات متقدمة أكثر. إذن الحركة الأسيرة بدأت بجدية حقيقية، والإضراب وإحنا نتمنى أنه ما يصيرش إذا إحنا سندناهم صح 1/9 قريب للإضراب. نعم بالتأكيد، إذا ما هب أبناء الشعب الفلسطيني كما قلت بمختلف انتماءاتهم ومشاريعهم السياسية لإسناد الحركة الأسيرة الفلسطينية، والحركة الأسيرة الفلسطينية بدأت بهذه الخطوات الجدية بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد حل كل التنظيمات وعدم التعاطي مع منظومة إدارة مصلحة السجون. هذا بالتأكيد سيؤتي أكله وثماره بشكل سريع جدا وفي أيام قريبة قادمة على وجه السرعة، وسترضخ إدارة مصلحة السجون كما خضعت عندما هدد 1500 أسير من كل الفصائل بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل آذار الماضي. والواضح تماما أن الأسرى ذاهبون إلى هذه الخطوات الجدية، لأن عندما نتحدث عن نقل الأسرى من قسم إلى قسم كل 6 أشهر ومن سجن إلى سجن كل عام وغير ذلك من الإجراءات التي تمس الحقوق الثابتة للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، هذا يعني أن إدارة مصلحة السجون تريد ضرب المنظومة، منظومة الاستقرار ومنظومة العلاقات الاجتماعية ومنظومة الصحة النفسية لدى الأسرى أثناء وجودهم في هذه الغرف والأقسام وفي هذه السجون لسنوات طويلة مع إخوانهم ورفاقهم، وما يؤثر نقلهم بشكل تعسفي كل فترة زمنية من تأثير سلبي على استقرارهم النفسي والاجتماعي وعلى علاقاتهم داخل السجون الإسرائيلية. لذلك إدارة مصلحة السجون هي قفزت على كل الخطوط الحمراء هذه المرة في التعاطي والتعامل مع حقوق الأسرى الثابتة داخل هذه السجون، وعليها فالمعركة جدية وحقيقية، والأسرى داخلون في هذه المعركة بكل قوة ويطلبون من الشعب الفلسطيني أيضا أن يرتقي في إسناده لهم بكل هذه القوة وبكل هذه الجرأة وبكل هذا التماسك وهذه الوحدة فوق أرض الميدان، لأنه كلما توحد الشعب الفلسطيني خلف الأسرى كلما كان ذلك رسالة واضحة أن الأسرى هم من يحركون الشارع الفلسطيني وليس العكس، لأن هؤلاء الأسرى هم طوال فترة وجودهم داخل السجون يشكلون رأس الحرب في هذا الصراع الطويل والمتواصل مع هذا الاحتلال. عمليا أخي أمين كيف ممكن يعني بالتعاون مع المؤسسات مع الفصائل مع قطاعات شعبنا والكل الفلسطيني اليوم مطلوب أنه يكون جزء من هذا الحراك، عمليا كيف يمكن أن نفعل هذا الحراك في الخارج بما يرتقي لحجم الحراك في داخل السجون، وربما بما قد يمكننا من إسناد الأسرى بتحقيق مطالبهم قبل الوصول إلى الإضراب؟ يعني أولا ستقام خيام للاعتصام الدائم في مراكز المدن الفلسطينية كافة، حيث ستنطلق المسيرات اليومية المساندة للحركة الأسيرة منذ اليوم الأول لدخولهم في أي إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة وتحديدا في بداية الشهر القادم. اعتصامات أمام بوابات السجون، خروج إلى نقاط التماس، اعتصامات أمام المؤسسات الدولية والحقوقية وأمام وفي ساحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يعني سيكون هناك حراكا شعبيا وجماهيريا يرتقي إلى مستوى هذه المعركة، وسيعلن يوم 1/9 عن البرنامج الوطني الإسنادي للحركة الأسيرة في كافة المحافظات الفلسطينية، وخاصة كما قلت أن الأسرى موحدون في خطواتهم ونحن أيضا يجب أن نكون موحدون في إسنادنا وحراكنا الشعبي والجماهيري. هذا البرنامج سيصدر عن مؤسسات الأسرى وعن القوى وعن كل الفعاليات وبمشاركة كافة الأقاليم في مختلف المحافظات الفلسطينية والشبيبة والحركة العمالية والحركة النسوية من أجل
أن تتضافر كل الجهود وكل الطاقات وكل الفئات العمرية وقوفا وإسنادا إلى جانب الحركة الأسيرة. هذا مهم يا أخي أمين. دوليا وبالأمس كان هناك نقابة الصحفيين أطلقت وشكلت لجنة من إعلاميين متصلين بقضايا الأسرى لإعداد مواد وملفات على وجه التحديد في موضوع الاعتقال الإداري وتحديدا للزملاء الصحفيين المعتقلين، وامتد الحديث أن يتحول هذا الفعل أيضا إلى فعل دولي مساند لقضية الأسرى. قديش هذا ممكن أنه يعني لأول مرة في طاقة من المحامين المتصلين بالنقابة الصحفيين الدولية طبعا سيعمل على الشق القانوني أمام القضاء الدولي في هذه القضية، تفعيل قضية الأسرى دوليا؟ فيش تفكير بإشراك وزارة الخارجية عبر تفعيل كل أذرعها في هذا الموضوع؟ يعني هذا ما طلبنا به دائما وباستمرار، أن يكون حراكا سياسيا ودبلوماسيا حقوقيا وقانونيا بمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية ومشاركة كل المؤسسات التي تدعم وتدافع عن حق أسرانا في الانعتاق والحرية وفي التصدي لهذا التغول الإسرائيلي ولما يجري من انتهاكات متواصلة بحق أبنائنا الأسرى داخل هذه السجون. تدوير قضية الأسرى على أي مستوى من المستويات الحقوقية والقانونية والدبلوماسية هو مطلب فلسطيني، هو مطلب كل أبناء الحركة الأسيرة، وعليه فالوزارة الخارجية الفلسطينية تستطيع أن تلعب دورا محوريا في فضح هذه الانتهاكات وفي التأكيد على التشبيك مع كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة المحاكم الدولية ومنظمة الصحراء العالمية، المفوض السامي لحقوق الإنسان، لجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان وكل هذه المؤسسات الدولية التي من الممكن أن يكون لها دورا وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، وخاصة إذا ما استمر هذا الإضراب الجماعي والمفتوح عن الطعام لعدة أيام، وما سينجم عنه من ردة فعل ليس على مستوى الفلسطيني بل العربي والإقليمي والدولي، لأن قضية الأسرى هي المحرك الأول وهي الجامع الأكبر لكل أحرار العالم بكل تشكيلاتهم في هذا المجتمع الحر والديمقراطي للوقوف إلى جانب أسرانا الأحرار الذين يقضون عشرات السنين من عمرهم من أجل حريتنا وكرامتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس. أخيرا أخي أمين، يعني اليوم إدارة سجون الاحتلال ردت على عصيان الأسرى بإغلاق الغرف إغلاقا تاما وتحويلها إلى زنازين. الأسرى ماضون يعني في هذه الخطوة. رسالتنا إلى الحركة الأسيرة التي تتوحد اليوم في هذه المعركة، معركة الكرامة الفلسطينية، يعني رسالتنا هي رسالة الشعب الفلسطيني وكل قوى الحية بغض النظر عن ألوانهم وانتماءاتهم السياسية، نحن معكم في هذه المعركة المتواصلة. الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسرى، الفصائل الفلسطينية ستتحمل المسؤولية كافة تجاه ما يجري من تغول بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، وستشهدون في ساحات المدن وفي كل مكان وقوفا فلسطينيا يليق بتضحياتكم، يليق بهذه المعركة التي تخوضونها، ونقول للحركة الأسيرة بأن وحدتهم داخل السجون الإسرائيلية هي الأساس لوحدة الشعب الفلسطيني في خارج هذه السجون، وأن الوفاء يقابل بالوفاء، وأن الالتفاف الشعبي والجماهيري سيرتقي إلى مستوى الحدث وإلى مستوى هذه المعاناة حتى تحقق الحركة الأسيرة هدفها المنشود، وهو رضوخ إدارة مصلحة السجون لحقوقهم الثابتة وتراجعها عن كل ما تنوي القيام به من إجراءات غير إنسانية وغير قانونية ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية بحق أبنائنا الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون والمعتقلات الإسرائيلية. كل التحية لهذا الصوت الأصيل أخي أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف في وطن وحرية. هذه هي رسالة الأحرار لصناع الحرية، أسرانا الأبطال وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
إذن كرامة الأسرى هي كرامتنا الوطنية، ونضال الأسرى هو جزء من نضالنا المتكامل في وجه هذا المحتل ووجه هذا السجان. وعلى كل المناضلين والأحرار الانخراط اليوم في معركة الأسرى باعتبارها معركة الكل الفلسطيني، ولذلك هذه دعوة إلى كل قطاعات وجماهير شعبنا للانخراط في كل الحراك الحاصل والذي سيعلن عنه في الأيام القادمة جنبا إلى جنب مع أسران الأبطال في معركتهم في وجه السجان. لن يكونوا وحدهم، لن نترك أسرانا وحدهم، نحن كل متكامل، وهذه حالة نضالية متكاملة يجب على الكل أن يتحمل مسؤوليته ويأخذ دوره فيها حتى تتمكن الحركة الأسيرة الموحدة والتي نأمل أن توحدنا كما توحدت حتى نحقق حقوقنا ومطالبنا ونحقق الحياة الكريمة لأسرانا ولشعبنا الفلسطيني. يما السجن مهما عيي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني. يما السجن مهما عيي ما يبعدك عني، عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني. كل التحية والإكبار لهذه الحركة الأسيرة الوطنية المناضلة، كل التحية لخليل عواودة الذي نتمنى أن نستقبله حر في القريب العاجل وهو يواجه بأمعائه الخاوية هذا السجان المجرم، كل التحية لثائر حماد الذي جاء خبر أن وضعه الصحي يسوء في هذه الأيام، كل التحية للشيخ بسام السعدي الذي لا تزال محاكم الاحتلال تتبجح في عن في الإفراج عنه وتمدد له المحاكم، كل التحية لأسيراتنا الماجدات اللواتي يواجهنا البطش والتنكيل بإرادة وعزيمة وكبرياء، كل التحية للجنة الطوارئ العليا التي تدير معركة الكرامة، معركة الحركة الأسيرة الواحدة الموحدة في وجه السجان، معكم ولكم وسنكون صوتكم الدائم ولن نترككم في هذه المعركة، وعلينا في وطن وعلى وجه التحديد في برنامج وطن وحرية أن نكون دائما الصوت لهذه المعركة، الصوت للأسرى، ولن تكونوا وحيدين في مواجهة هذه الإجراءات القمعية التي تتعرض لها. هذا وعد وعهد ووفاء قطعناه على أنفسنا أن نكون دائما معكم وسنظل معكم بهذا مشاهدين الأعزاء وبعد وأسرانا الأبطال. وأنا أنقل لكم من جديد تحيات الزملاء رشا حسونة، خالد نجاص، عبدالله الخطيب، سنكون دائما معكم على عهد الوفاء، ننهي هذه الحلقة بهذا العهد ونكون معكم في حلقات متجددة من وطن وحرية، إلى اللقاء. أسرانا أنتم نبض الوطن وقضيتكم نبض ضمائرنا، أرادوكم أرقاماً فكنتم المعادلة، أرادوكم أجساداً مفرغة هشة فعانقتم بكبريائكم ونضالكم وعطائكم علياء السحاب وكنتم للحرية عنوان. وطن وحرية برنامج يقابل الوفاء بالوفاء ويمنحكم أسرانا منصة للانطلاق صوب الأمل والحرية. وطن وحرية كل خميس الساعة 7 مساء مع عبد الفتاح دولي، ويعاد يومي الجمعة والاثنين الساعة 3 عصرا. يا ظلام سجن خيم نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتزامن.